تكمل. ثم إن ابن العلقمي عمل على أن لا يخطب بالجوامع ولا يصلى الجماعة، وأن يبني مدرسة على مذهب الشيعة ولم يحصل أمله، وفتحت الجوامع وأقيمت الجماعات. تعليق: إذا كان هولاكو قد أمر ابن العلقمي بأن لا يفعل شيئا إلا بموافقة الدامغاني، فهل أن ابن العلقمي خالف أوامر هولاكو فعمل على فعل ذلك بدون موافقة الدامغاني؟ وكيف أبقى هولاكو بدون عقاب وترحيل من الحياة؟ بل كيف أبقى في منصب الوزير؟ وكيف استوزر ابنه بعد وفاته؟ أو أن المنهج التيمي يتنازل عما قاله فيحذف لفظ عمل ويأتي بدلها بلفظ نوى؟ فكيف اطلعتم يا تيمية على نيات الناس؟ هل بعلم الغيب أو بسحر ودجل واحتيال؟ وإذا تصورنا وتخيلنا خرافة عمله على منع الخطب والجمع في مساجد السنة، ونتصور أن هولاكو يسمع شكاوى رعيته السنة ضد ابن العلقمي، لكن كيف نتصور ونتخيل أنه عمل على بناء مدرسة للشيعة ومنع من ذلك؟ لا جواب إلا إذا كان هولاكو قد صار تيميا تكفيريا إرهابيا إقصائيا يكفر الشيعة الروافض ويعتبر مساجدهم ومضافاتهم الحسينية ومدارسهم مباني ومظاهر شركية. فيا أهل الشقاق والنفاق، إذا كان هولاكو قد صار على سنتكم التيمية فلماذا بقيتم تلعنونه صباحا ومساء وعلى طول الزمان؟ فهل رفضت أربابكم توبة هولاكو؟ ولماذا ترفض توبة هولاكو وتقبل توبة هند آكلة الأكباد، وتقبل توبة يزيد قاتل الحسين؟